أشواط هذا الصباح وانطلق قبل قليل سادس أشواط الفترة الصباحية ثالثها لفئة القعدان. مقدمة الشوط ومن يحتل المركز الأول ويسيطر على مقدمة الشوط الحنيش لمتعب بن سعيد بن محمد بن قحيز المري على مقدمة الشوط. وفي المركز الأول ننتقل إلى المركز الثاني ومن يحتل هنا النشمي لعلي بن دلهم بن ناصر الهاجري. الدور دور المركز الثالث ومن يتقدم. المركز الثالث يتقدم براق لعنزان بن محمد بن عنزان النعيمي. ننتقل إلى المركز الرابع ومن يتسلل ويتقدم بدوره. إلى المركز الرابع الشقب على المركز الرابع في هذه اللحظات يتقدم لناصر بن مبارك بن راشد بن حباب الهاجري. المركز الخامس ومن يتقدم من الجانب الآخر الباز للسعيد بن عبيد بن قطيان. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء أيها الحفل الكريم للمراكز المتقدمة الأولى. ونعود إلى مقدمة الشوط. هذا هو الحنيش على المركز الأول لمتعب بن سعيد بن محمد بن قحيز المري. يسيطر تمام السيطرة منذ الانطلاق على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول الحنيش. سلالة غنية عن التعريف صالت أيضا وجالت في الميادين. ننتقل إلى المركز الثاني حشيم أو هنا براق لعنزان بن محمد بن عنزان النعيمي. يتقدم براق إلى المركز الثاني ويليه على المركز الثالث النشمي علي بن دلهم بن ناصر الهاجري. والشعار أيضا معروف شعار بن دلهم نتمنى لك التوفيق. المركز الرابع الشقب على المركز الرابع لناصر بن مبارك بن راشد بن حباب. يتواصل على المركز الرابع الشقب تعود ملكيته لناصر بن مبارك بن راشد بن حباب. بينما المركز الخامس يتقدم في المركز الخامس هنا الباز لسعيد بن عبيد بن قطيان. هذه نتيجتنا اختتمناها مع بن قطيان عاشق السلالة الشاهينية. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء. ونعود إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول. ما زالت الصدارة ومقدمة الشوط مع براق عنزان بن محمد بن عنزان النعيمي. يسيطر براق على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول ولكن التقدم أرى التقدم على المركز الثاني والتسلل في هذه اللحظات من قبل الشقب. يتسلل ولد الشقب العود يا سلام. سلالة غنية عن التعريف على المركز الثاني. يلا يا ابن حباب يا سلام. الله ناصر بن مبارك بن راشد بن حباب شعاره على المركز الثاني. الدور دور المركز الثالث ومن يتسلل ويتقدم الى المركز الثالث. هنا ايضا شعار بن قحيز عاد مره اخرى لصلب المنافسه. الحنيش متعب بن سعيد بن محمد بن قحيز على المركز الثالث. المركز الرابع الكاسر اول نداء الكاسر لسعد بن محمد بن سعد المري. يتسلل الكاسر ليختطف المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الرابع يتواجد عليه ما زال الحنيش متعب بن سعيد بن محمد بن قحيز. وفي المركز الخامس وصول من شاهين ثواب بن عبد الله بن ثواب بن محمد القحطاني شعاره ينضم الى المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا الاعزاء والحفل الكريم. نعود الى مقدمه الشوط مع شعار بن عنزان النعيمي على المركز الاول. براق يسيطر على المركز الاول وايضا يتسيد هذه القعدان في هذا الشوط. هذا هو براق عنزان بن محمد بن عنزان النعيمي على المركز الاول وفي صداره الشوط.
يسيطر تمام السيطرة. المركز الثاني أيها الأعزاء يتقدم الكاسر سعد بن محمد بن سعد المري، وأيضا يصل شعار بن قحيز على المركز الثالث. يا سلام الحنيش متعب بن سعيد بن محمد بن قحيز على المركز الثالث في هذه اللحظات. المركز الرابع تسلل أول نداء للواصل عبد الله علي بن عبد الله بن حمد بن لدهم المري، ولكن دخول عليه من شاهين ثواب بن عبد الله بن ثواب بن محمد القحطاني. المركز الخامس مختار ظافر بن راشد بن مسعود المظفري. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم، للمراكز المتقدمة الأولى. 2 كيلومتر تفصلنا يا أبو محمد، تفصلنا يا مالك براق عنزان بن محمد بن عنزان النعيمي. تفصل براق ورا سيل 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 من الشعارات قادم، سيل يا راعي براق. ترى أعداد هائلة تنطلق على المراكز الخلفية تريد التدخل إلى عالم النداء ودائرته. نعود إلى براق على مقدمة الشوط، عنزان بن محمد بن عنزان يا سلام، والعصا قوس شعار بن محمد يسيطر على المركز الأول. عنزان بن محمد بن عنزان النعيمي الشعار صالة وجال في كل الميادين، شعار غني عن التعريف. هذا هو على المركز الأول، يا سلام يسيطر بشعاره على ظهر براق، يضع الشعار على ظهر براق. المركز الثاني خطير، أول نداء للباز محمد بن حزام بن زيد بن انديله المري، يصل ولد الباز على المركز الثاني. سلالة الباز أيضا سلالة خطيرة دائما ما نشاهدها في الرموز. المركز الثالث شاهين عامر بن علي بن عامر الفهيدة، يصل بشعار زندبيل على المركز الثالث. المركز الرابع يصل شعار البرنس، يتقدم النشمي، يتقدم النشمي في هذه أو هنا إيش أو هنا. يصل راهي لفهد بن محمد بن طالب بن عقيل، هل الريان قادمين على المركز الرابع. المركز الخامس يصل المتحد حمد بن ناصر بن حمد آل زبدان المري. المسافة تتقلص أيها الأعزاء، ونأخذ بالدوران، نقترب من الكيلو الأخير، الكيلو المثير يا مضمرين. وأرى أيضا هجوم على مقدمة الشوط، ما زال براق عنزان بن محمد العنزان النعيمي على المركز الأول، بن انديل الشعاره على المركز الثاني مع الباز. الكيلو متر الأخير، الباز لمحمد بن حزام بن انديلة. المركز الثالث يصل هنا الساعي مبارك بن محمد بن حيدان على المركز الثالث، وشعار بن شابل يتدخل بدوره، وأيضا راهي وشعار بن عقيل، ولكن المركز الأول الباز. الباز على المركز الأول، الباز يتسلل، راهي 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 وشعار بن عقيل وبراق أيضا قادم. يا سلام يا سلام، وأيضا هنا المتحد حمد بن ناصر بن حمد آل زبدان على المركز الثالث، وأيضا ينضم اسم جديد يتدخل ثمين. الله يا سلام، ثمين وسالم بن حمد بن جار الله على المركز الخامس يتقدم، ولكن الباز، ولكن الباز، وهنا راهي 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 راهي. يا سلام يا سلام، رها راهي الشوط إلى الريان، إلى أبناء الريان. يا سلام مع راهي، سلالة راهي يختطف ناموس الشوط. فالله فهد بن محمد بن طالب بن عقيل يتميز، يبدع شعاره المبدع دائما. يا سلام يا سلام، تهانينا تهانينا، والناموس لفهد بن محمد بن طالب بن عقيل. وسلام يا الريان، سلام سلام يا راهي، سلام على هذا الفوز وعلى هذا التميز. رها راهي ليختطف ناموس الشوط الثالث، للقعدان تهانينا، والناموس لحظات الوصول. المركز الثاني، المركز الثاني الساعي لمبارك بن محمد بن حيدان. المركز الرابع او الثالث، المركز الثالث وصل فيه براق عنزان بن محمد بن عنزان النعيمي. المركز الرابع، المركز الرابع وصل فيه الباز محمد بن حزام بن زيد بن انديله. والمركز الخامس، المركز الخامس المتحد حمد بن ناصر بن حمد آل زبدان المري. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء، وهذا هو راهي يصل محققا المركز الأول. توقيت 9:33، 89 جزء من الثانية. تهانينا، والناموس لفهد بن محمد بن طالب بن عقيل المري. المركز الثاني، المركز الثاني وصل فيه الساعي 9:36، 65 جزء من الثانية. تهانينا، والناموس لمالك الساعي مبارك بن محمد بن علي بن حيدان. المركز الثالث،
المركز الثالث وصل فيه براق، وتوقيت براق 9:37، 31 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لعنزان بن محمد بن عنزان النعيمي، تهانينا والناموس لجميع ولكل الفائزين.